ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني جدا جدا جدا. النهارده بقى انا جايه لكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده بقى هوريكم لفه الطرح بتاعتي. الناس البنات الحلوه اللي بتيجي تسالني وتقول لي ياسمين لفه الطرح بتاعتك، بص هي بسيطه جدا، انا اصلا فاشله عشان بس ايه يعني ما خايلش نفسي كتير، انا بلف اي حاجه والله، بس رغم كده هعرفها لكم برضو. يعني مش زي البلوجر بتوع البنات بقى اللي بتعمل كده وكده، لا انا مش منهم خالص، بس عشان ايه ابقى طالعه من الحسبان، لا انا عاديه خالص وبفضل اقلدهم وبتبوظ مني وحاجات كده غريبه. بس يا ريت تدعموني باللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكده، بقى علشان بقى نوصل ل 200 ألف بقى يا جماعة. دلوقتي بقى انا هوريكم بقى لفة الطرح بتاعتي. انا عموما غسلتهم بس انا مش عارفة، حاسة بحاجة غريبة، يعني انا حاسة ان الدنيا مطرت، يعني سابت الهدوم كلها وجت على الطرح بتاعتي ومطرت، عشان حاسة عايزة اقول لكم ان انا والله والله يعني سقعانة جدا من قفايا. نص مبلول ومش عارفة، يعني هو مندع كده تمام، رغم اني يعني مطلعاه من العصارة مش عارفة ازاي، يعني حطمني امبارح ونشريه ورغم كده مفيش فايده، انا مش عارفه اعمل ايه. بس ايه يعني ايه، نخش الاوضه كده تمام، ومش عارفه هحط الموبايل فين. طب شوفوا كده، انا هقفل دلوقتي وهشوف هحط الموبايل فين وافتح تاني. بصوا كده تمام، انا ايه قعدت اظبط الموبايل والكاميرا كتير. اول حاجه كده نقلع الاكسسوارات بتاعتنا ديت عشان ايه ما تعصلكش في ايدي. بحب اقلع، بحب اكون واخده راحتي يعني. تمام، اول حاجه دي اسمها تلبيسه سوري، تلبيسه سوريه تمام، تبقى جايه كده بالمنظر ده. وايه بندخلها جوه البروفر او تيشرت اللي احنا بنبقى لابسينه وبس. انا قاعده كده قدام المرايه عشان ايه لما اظبط والكلام ده كله. دلوقتي انا هقلعها وهوريكم بتتلبس ازاي، وطبعا انا لابسه بندانه يعني والدنيا تمام. ببقى قلعها بالشكل ده كده وبلبس البندانة عادي وبلبس التلبيسة السوري تمام. ممكن بقى ايه اغير، يعني ممكن ابقى لابسة بندانة تمام واغير بقى ايه اللبسة التانية بتاعت التلبيسة او الجزء التاني بتاع التلبيسة. ممكن البسه اللون ده مثلا، ده لون رصاصي غامق تمام. يا نهار ابيض، ليه تقع كده؟ ليه تقع؟ اسفين على بشاعة المنظر. مش عارفة هو كده مظبوط ولا ايه، كده ايه يعني شبه خالتي الحاجة تمام. بس يعني ايه بنظبطها وما بنبقاش شبه خالتي الحاجة ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها، يعني نظبط كده. في بقى بنات حلوة بقى تقوم جايبها كده تبقى شكلها حلو برضو، يعني بيبقى شكلها كده، شكلها كده تمام. انت بقى بتاع البيك يا بقى، انت كل ما اصور فيديو الاقيك طالع لي بالشكل ده. يعني هي عباره عن طرحه واحده سوريه تمام، ممكن ابقى لابساها هي الجزئين بتاعها او الشقين بتاعها تمام، وممكن اغير يعني البس بقى البندانه والبس طرحه تانية بقيه التلبيسه التانية بتاعت طرحه تانية كده يعني. وممكن بقى اغير خالص واوريكم بقى الطرحه بتاعتي اللي كنت بلبسها قبل التلبيسه السوري. بس ايه لحد ما يعني هي جميل جميل. استنوا بقى اخد صوره وبعد كده افتح تاني. طيب انا دلوقتي ايه غيرت الطرحه تمام، وجبت لكم بقى الطرح الشفون اللي هي مشجره تمام، انا بحبها جدا يعني بحبها جدا جدا جدا. اللفه بتاعتي بتبقى كده وبدخل دي من جوه، فانا كده كده اوريدي ببقى لابسه بس يعني بدخله مثلا سي من جوه تمام. حاسه نفسي اتلعبكتي كده ليه؟ تمام، نظبط بقى من جوه التيشيرت او اللبس اللي انا ببقى لابساه يعني. وبسيبها كده تبقى بالشكل ده. حلو صح؟ حلو كده تبقوا شايفينها اكتر.
ممكن اجيبها بالشكل ده كده وجايبها كده، دي حاجة تانية. وممكن ادخلها من جوه، يعني دي كده ببقى جايبة دبوس وقافلاه من جوه، وهم ايه مدخلاه، مدخلة الطرحة. استنى اظبط حتى الموبايل واظبطه. اجيب الدبابيس في ناس بقى ايه ممكن تجيب دبوس مشبك عادي جدا، يعني في ناس تحط دبوس مشبك عادي مسموح، بس انا يعني خدت عادي على الدبابيس الابرة عشان هي اللي بتبقى متوفرة معايا يعني على طول في البيت. تمام، هي سهلة جدا يعني اسهل حاجة. وام مدخله بقى الباقي بتاع الطرحه، تبقى بالشكل ده، جميله جدا جدا جدا. وبتدفي خصوصا في الشتاء، يعني الشتاء هتلاقوا بتدفي. تمام المنظر ده وبس. ممكن بقى ايه اوريلكم حاجة تانية بقى مختلفة يعني، وممكن بقى بنفس الطرحة دي هوريكم حاجة تانية، بس استنوا بقى ناخد صورة كمان وخلاص. في بقى بنات ممكن تجيب الطرحة نصين، اجيبها نصين كده تمام، وتقوم ايه بس لو هي لابسة يعني حاجة الرقبة بتاعتها تكون طويلة، بحس ان هي يعني رقبتها ما تبقاش باينة، مش عارفة البتاع ده حصلت كده ازاي بس تمام. تمام، وتقوم ايه جايباها بدبوس من ورا، تقوم عاملاه، وهي على فكره بتبقى مرفوعه كده لوحدها يعني من غير اي تثبيت ولا اي حاجه. ممكن نثبت بدبوس مثلا، دبوس يبقى هنا اهوت كده، بحيث ايه ان الدنيا ما تبقاش متلعبكه. عايزه بقى اوريكم بقى طرحه طالعه يعتبر موضه اليومين دول. تمام انا هوريها لكم، هي بالشكل ده بتبقى ملفوفة من ورا بالشكل ده كده. تمام، وعادي بقى بنفضل مكملين المسيرة. وفي بنات بتربطها بتجيبهم على بعض وبيربطوهم، بس انا بالنسبة لي الرابطة بحس ان هي خنيقة وورا كده ومكلكعة، وبحس ان هي مخدة للستاند بس فقط، مش عارفة ليه بس انا بحسها كده. وبعد كده نخش على الطرحة اللي طالعة موضة السنة دي والبنات بتبين فيها رقبتها، معلش في الكلمة. في بقى ايه طرحة، في بنات بقى تعمل لفت لك الطرحة كده عادي. تمام، تبقى مدخلة نص الطرحة دي، انا ممكن اعملها اوقات، بس ايه القصة ان هي بتتفك كتير، فمحتاجة ان هي دبابيس او محتاجة اللي هي ايه طرح قطن ثابتة لكن مش الشفون. تمام، وكده تبقى مدخلة النص اللي جوه والنص اللي بره اللي هو الباقي دوت، تقوم عاملة كده، سهل جدا جدا وبس. دي بقى يعني ممكن تتلبس لو طرحة مشجرة، وممكن تتلبس مثلا على حاجة سادة زي اللي انا لابساها كده مثلا، تدي ستايل مثلا، او ممكن تكمل بقى، في بنات بيكملوها عادي يعني تبقى بالمنظر ده كده. تمام، بس هو يعتبر البروفر اللي انا لابساه دوت فيه شغل من هنا كده، فعادي ممكن اسيبه وممكن اكمله، بيبقى المنظر دوت حلو قوي بجد، بتبقى لذيذة. في بنات بتربطها بدبوس دلوقتي هنا كده بحيث ان هي ما تتفكش. وفي حاجه اسمها، هي حاجه كده اسمها توكا، توكا حلزونيه مدوره حاجه زي كده، عباره عن قرص مدور كده. بصوا انا بكلمكم بقى بالبلدي، قرص مدور كده. تمام، بتحط هنا كده، تمام، بتدخلي طرحه وبتنزلي طرحه، حوارات يعني. انا ممكن اعمله لكم دلوقتي، استنى اشوف ايه القرص دوت فين. هو يعتبر برش عندي، ممكن اعمل عليه اهو، ده برش كان موجود عندي. تمام، برش ده بقى بيتعمل ازاي؟ بيتعمل كده، اول حاجه اهو تمام، بتدخل هنا كده، ونقوم ايه جايبين دي كده تمام،
هم مدخلين الطرحة دي جواه فبتبقى بالشكل ده، حاجة كده شبه الحزام. شايفين؟ حاجة كده شبه الحزام. هي طالعة موضة السنة دي برضو. هي المفروض كانت حاجة قديمة، يعني حاجة كانت موجودة قديمة جدا زمان، من زمان كانت موجودة حاجة زي كده واتلغت بقى، بس هي الحاجات القديمة بترجع موضة عادي، يعني بتكمل عادي، بتكمل المسير لغاية مثلا 2025 عادي جدا. يعني الروبوت دخل في الطرحة بس anyway هي بتبقى كده، ودي حاجة بتبقى حلوة بردك. بس انا بقى بالنسبة لي يعني بصراحة بحبها لو انا لابسة بلوفر مثلا، رقبة او هايكول، الحاجات دي كلها بحبها، يعني لان انا بسقع، انا بسقع يا بنات. يا اللي بتسيبوا الدنيا دي كده بتسيبوها ازاي؟ انا مش عارفة انا بحس كده ليه، بس تمام تمام، مش كل الناس زي بعضها. وبس بحط دبابيس بقى لان هو اظبطها دبوس اهو. دي البنات اللي حابه تاخد برد، يعني اي واحده حابه تاخد برد او مش محجبه الحجاب اللي هو تمام، او اللي هم حابين للتربونات اكتر يعني والجو ده تمام، تعمل كده. اي واحدة عايز تاخد برد تعمل كده تمام. كده انا مش فاهمة ايه المعنى، مش فاهمة يعني ايه المعنى ان رقبتي ممكن تبقى مفتوحة كده عادي. ايه المعنى في كده؟ انا نفسي افهم المعنى ان الاقي بنات عاملينها كده عادي. انا مش قادرة اقول لك يعني انت كده تمام، ولا انت يعني لابسه سلسلة مثلا خمسة وخميسة في حبة الدريا. انا ما بحب شبال رقبتي كتير يعني، بس انا مش فاهمة بجد في بنات بتحب كده. ده ايه ده يا اختي؟ انا مش فاهمة يعني ده نوع من تسمى ايه طرحة مثلا؟ دي ولا هي تربونة ولا هي طرحة ولا هي اي حاجة، اللي هو دي كده بلبسها لما ابقى مثلا بنادي على بتاع الخضار والنبي وزن لي 2 كيلو قوطة، والله بعمل كده، ببقى لابسة ممكن الطرحة بالشكل ده تمام، واللي هو ببقى من الدور الرابع وهو مثلا تحت يعني ما بيشوفنيش. بس لكن ايه دي؟ انا نفسي افهم البنات الحلوة مع ايه دي؟ ها ردوا عليا والنبي، الناس ترد عليا في الكومنتات بقى معلش، عشان يعني انا نفسي افهم. طب اعمليها كده، طيب حتى اعمليها كده يعني تبقى حتى ما تاخديش برد، يعني على الاقل خالص ما تاخديش برد. بس anyway هما في بنات بقى بتعملها اليومين الحلوه ديت الفتره ديت كده ومسمينها موضه، صيحات الموضه. بس وكده بقى بننهي الفيديو بتاعنا، يريد بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبحبكم جدا 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 وهتوحشوني.